سهام، نحن هنا في محيط استاد القاهرة. الفرحة باللون الأحمر، شياطين الحمر بيخطوا خطوة كبيرة نحو النهائي إن شاء الله، ليصل المارد الأحمر لفرحة النجمة 11 في النادي الأهلي وفرحة جمهور الأهلي بعد الشوط الأولاني، وإحنا كلنا متابعين بتقدم الأهلي بهدف حسين الشحات في الدقيقة 22، وكانت الفرحة كبيرة جدا وإحنا بنرصد الفرحة في محيط استاد القاهرة. فرحة الأهلوية فرحة كبيرة سهام، حاولنا نرصدها وحوالينا جمهور كبير من جمهور الأهلي، عدد منهم احنا واقفين معاهم، هنشوف فرحتهم، هنشوف تحليلهم للشوط الأولاني وللشوط الثاني اللي هو بيبدأ، وشايفين ان مستوى ممثل الكرة المصرية مستوى فعلا بيفرح كل المصريين واكيد جمهور النادي الأهلي. شفت الشوط الأولاني ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لعيبة الأهلي الحمد لله عاملين روح حلوة في الشوط الأول، والحمد لله وإن شاء الله نوصل للنهاية كده وناخد البطولة. كنت متوقع إن الأهلي هيأدي نفس أداء اللي اتقدم في رادس ب3-0 النهاردة، الأهلي بيتقدم وبرضه الشوط الثاني شايفين أداء أكتر من رائع للأهلي. أنا بتوقع أي حاجة من الأهلي، الأهلي بسم الله ما شاء الله، يعني إحنا على طول بيفرحنا وإن شاء الله البطولة بتاعتنا. ان شاء الله، وطبعا الكره المصريه ان شاء الله التقدم، والاهلي ممثل الكره المصريه. قول لي بقى، الشوط الاولاني ليه سيناريوهات كتير، كان الناس وهي بتتفرج وشايفك مع اصحابك كنت مترقب، ايه الاخبار؟ كنت حاسس بايه؟ والاداء بتاع الاهلي نفس اداء الشوط الاولاني في رادس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جون بدري يعني هيفرق معانا اكيد، احنا نازلين اكيد على المكسب، بس من بعد اللي حصل في سان داونز احنا مبسوطين الصراحه باللي حصل، لان ده دفع الاهلي ان هو يحطه على افريقيا ان شاء الله. باذن الله الفرحه لكل مصر وممثل الكره المصريه النادي الاهلي، وانتم كجمهور الاهلي احنا اكيد عايزين نرصد الفرحه. فرحه الجون الاولاني شفتها وانت بتتفرج وشايفين الناس هي ماسكه لعلمه الاهلي، قول لي الفرحه ديت كنت حاسس ان الاهلي هيبقى في الشوط الاولاني جايب جون والشوط الثاني هو بيأدي اداء هايل؟ هو انا اصلا كنت متوقع ان الاهلي هيبدا في الماتش من بدايته ان هو هيبقى مستحوذ وضاغط على فريق الترجي، فريق الترجي كانت كل املها انها تجيب جون في الجون الاول، بس الاهلي لما جاب الجون الاول انها اصلا كل امله والماتش منتهي، وهو الاهلي انها مش من رادس وخلاص، فمدرب الترجي كان عايز يلم اي حاجه من اللي حصلت في ماتش بس خلاص مفيش امل. ان شاء الله باذن الله تكمل فرحه الاهلاويه. عايز اعرف منك النهارده كولر كان بادئ برضو باداء وبخطه كويسه جدا 4-3-3 اللي دايما بتتناسب مع الاهلي، هو تقريبا نفس التشكيل برضو اللي لعب بنقول الشوط الاولاني في رادس، الشوط الثاني هنا وجمهور الاهلي بيقول لازم برضو يكسب زي ما كنتوا بتقولوا حتى قبل ما يبدا الماتش، شايف ان الاهلي فعلا نسي خالص ال 3-0 بتوع رادس وبيكمل في ان هو هيكسب الماتش ده؟ لا طبعا، هو الاهلي هيكمل على نفس المستوى، هيكمل على نفس المستوى وهيضغط برضه وهيوصل ان شاء الله للنهائي. متوقع مين هيبقى قابل ان شاء الله طبعا الاهلي ممثل الكره المصريه في النهائي، صن داونز ولا الوداد؟ صن داونز. صن داونز وش يعني؟ ان شاء الله التوفيق. بنكمل يا سهام، لسه عندنا جمهور كتير جدا من الاهلاويه بيتدفق، يعني الناس بيقولوا لبعض تعالوا احنا عايزين نصور مع الكلاسيكو على شاشه دي ام سي. فرحتك بجون الشحات وباسيست كهرباء اسيست بيرستاو كان واضح جدا ان انت واصحابك وماسكين العلم ومنتظر الجون ده، شايف ان الجون ده ترجمه لتقدم وتميز الاهلي في الشوط الاولاني؟ الحمد لله قبل شيء على الاداء، الحمد لله على الاهلي، الحمد لله على نعمه الاهلي ونعمه تشجيع الاهلي، الحمد لله على كل شيء. اولا انا كنت متوقع ان الاهلي ان شاء الله يكون اداؤه اقوى، الاهلي بادئ نازل 0-0 اولا، مش نازلين احنا نازلين ناسيين النتيجه اللي هي في رادس تمام، واحنا اولا قبل اي شيء نازلين ان احنا نكسب، مش نازلين ان احنا اي حاجه تاني، وقبل اي شيء ان شاء الله يعني بامر الله ال 11 لينا بامر الله يعني ان شاء الله. الشوط الثاني واضح جدا الاهلي برده مركز وعايز يخلص الماتش، شايف ان الاهلي يستمر بنفس الاداء دوت لان بيوجه رساله ان الاهلي والنجم ال 11 عينه على ان شاء الله طبعا لممثل الكره المصريه الوصول وتحقيق النجم ال 11 للاهلي. ان شاء الله يكون قبل النجم ال 11 باذن الله اداء اللعيبه واداء الرجاله اللي في الملعب واداء المدير الفني والنظرات اللي بياخدها المدير الفني مع اللعيبه والرجاله اللي بتنزل، يعني الحمد لله كلهم كده تيم واحد، والحمد لله قبل اي حاجه اللي بينزل زي اللي بره واللي جوه، وان شاء الله بامر الله يعني اتمنى التوفيق للاهلي وكل الانديه المصريه ان شاء الله ان دايما يعني يقدموا لنا بطولات وانجازات كبيره. قول لي شفت الماتش الشوط الاولاني وبرده استكمالا للشوط الثاني، الاهلي بيأدي، الاهلي مركز، الاهلي عايز يوصل للفاينل وياخد البطوله ال 11. ان شاء الله باذن الله البطوله بتاعتنا ان شاء الله ال 11 بتاعت الاهلي، وباذن الله يعني النهارده اللعيبه رجاله واحنا ناسيين الماتش اللي هناك اصلا، يعني الاهلي دايما بيلعب على الفوز، هو عودنا على كده. مبروك.
كاهلاوي بقى وواضح جدا ان انتوا شله ماسكين الاعلام وورا الاهلي في كل حته، واحنا هنا كمان في محيط استاد القاهره جمهور الاهلي ورا الاهلي سواء جوه استاد القاهره الاعظم استاد طبعا كل مصر فرحنا بكل انجازات الكره المصريه فيه، وبرده حوالين الاستاد انتوا موجودين بتتفرجوا. قول لي بقى عاملين ازاي، وبعد الماتش اكيد في ترتيبات كتيره جدا علشان تحتفل ان شاء الله بفوز الاهلي. هو عامه احنا ورا الاهلي في اي مكان، يعني الاهلي راح اسكندريه، راح بورسعيد، راح سينا، راح اي حته، احنا ورا الاهلي في اي مكان، لان الاهلي دايما هو مصدر سعادتنا، هو دايما الاهلي مصدر سعادتنا، يعني الحاجه الوحيده اللي دايما بتخرجنا من اللي احنا فيه، الاهلي دايما هو السبب الفرح لينا، يعني لولا الاهلي احنا ما كناش عارفين هنبقى عايشين ازاي والله. لان الف مبروك اهلي يا اهلي، اهلي 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 11 على ايد سان داونز باذن الله. سهام دي كانت رسالة جمهور الأهلي من محيط استاد القاهرة، 10,000 من جمهور الأهلي جوه الاستاد، وأكثر منهم بكتير جدا حوالين الاستاد في مقاهي، في شوارع، حاطين تلفزيونات وقاعدين بيتفرجوا، بيفكرونا باللي احنا شفناه في البطولات اللي استضافتها مصر. جمهور الكرة المصرية بيعشق الكورة، واحنا ككاميرا برنامج الكلاسيكو وشاشة دي ام سي رصدنا فرحة جمهور الأهلي، وبنتمنى كل التقدم للأهلي والزمالك ولكل الأندية المصرية إن شاء الله في كل المحافل الرياضية. إليك سهام.